اتخذت وزارة شؤون الدينية والأوقاف من المساجد خلال شهر رمضان مكانا لتقريب المواطن ومؤسسات الدولة، كما هو الحال اليوم مع الشرطة والحماية المدنية. مزيد من التفاصيل مع أحمد محمود. بيوت الله هي أكبر نقطة تجمع للمسلمين، خاصة خلال الشهر الفضيل، ما جعل وزارة الشؤون الدينية تجعل منها همزة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، والبداية بالشرطة والحماية المدنية. لأن المسجد يحتوي على كل الشرائح المجتمع الجزائري، لهذا الغرض أردنا من المنبر أن يكون ما بيننا وبين المجتمع الجزائري لأجل إيصال ثقافة الوقاية، ثقافة الأمن، ثقافة السلام لأكبر شريحة من المجتمع الجزائري. شئنا وأردنا من خلال هذه المداخلة وهذه المبادرة النزول إلى الميدان خصوصا للمسجد، لأن المسجد يعتبر قامة من القامات الدينية، ونخاطب من خلالها نخاطب الأفكار، نخاطب العقول، ونخاطب العقول أيضا حتى نرقى إلى تهذيب سلوكات جميع الأطراف المعنية. لقاء ثري سمح لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية التقرب من المواطن وتوعيته بضرورة احترام القوانين، وهو ما استقبله المصلون باستحسان. هذه الندوات هي تشاركية تفاعلية بين مختلف مؤسسات وهيئات الدولة الجزائرية والمجتمع المدني. الغرض منها تفعيل الدور الاجتماعي للمسجد وأخلاقة المجتمع وتفعيل المنظومة الأخلاقية في ديننا الإسلامي الحنيف. جزيل الشكر للمبادرة اللي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني خاصة، والمديرية العامة للحماية المدنية، وهذا الأمر يتعلق ب يعني حياتنا الخاصة خاصة. تكاثف الجهود بين المسجد ومؤسسات الدولة من أجل التواصل مع المواطن وتوعيته أمر ضروري للقضاء على أكبر مشاكلنا، فساد الأخلاق.